لافت نظري في قصة موسى الماء يتكرر كثيرا. صحيح هارون يختلف عن موسى. في سر غريب، ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وألقيت عليك محبة مني. هل أنت بداخلك فرعون صغير؟ وجزء من التلبيس لما يقول للناس أنا عبد مأمور، وهذه في الصراحة حماقة، مثل القطة إذا جاءت تأكل أولادها. ليش فرعون يلحق؟ فمن حضرتك أنك تفضل أن تعيش على أن يموت الآخرون؟ طبعاً هذه مواصفات الشعوب الذليلة المستعبدة، حية تسعى، يعني تهتز بشكل عظيم. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدي.